مشاهدين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا. كنتواجدوا اليوم من كواليس سيت كوم زنقة السعادة، وبجانب ديالي حسناء مومني. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا. وعليكم السلام، شكرا. عاودي لنا على الدور ديالك في سيت كوم ديال زنقة السعادة. انا الدور ديالي في زنقة السعادة هو فرح، اللي هي واحد الخدارة كيف ما كتشوفوا، هذا هو المحل ديالها. دونك هذا الدور اللي عجبني بزاف، وان شاء الله كنتمنى يعجب الناس. عندنا نشوفك اكثر في لي سيت كوم باسكو شفناك في الدراما وابدعتي صراحه. هذه زعما التجربه الثانيه ديالي في سيت كوم، بعد سيت كوم كوبيراتيف جات زنقه السعاده، وكنتمنى ان شاء الله غير نكون متنوعه. هادشي زعما هادشي اللي كنخدم عليه، انا كنحاول انني نكون يعني متنوعه، كنجمع زعما ما بين الدراما والكوميديا، واللي يحشمنا يا رب. في كاين تمر اكثر، سيت كوم ولا دراما؟ بجوج. اي عمل فني فيه تمر وفيه مجهود وفيه كيف ما كتشوفوا الناس دابا، اللي كنبغي نقول لهم بان سي فري كو الاعمال الفنيه كيبانوا فيهم غير الممثلين، ولكن راه كاين دغيغ واحد الطاقم تقني كبير، كاين مخرج، كاين يعني كاين بزاف الناس اللي خدامين، كاين واحد 50 ديال الناس اللي كيخدموا وما كيشوفوهمش ناس اخرين. دونك كنوجه لهم تحيه وكنوجه لهم الشكر. كنبغي ناكد على الكلام ديالك، اليوم حضرنا اون سيكونس كتصوروها صراحه صعيب بزاف، كنشوفوها حنايا واحد دقيقه ولا جوج في لا تيليفزيون، كنضحكوا كتجينا زويونه، ولكن صعيب باش تصور. ربما سابو بروندغ واحد اونور ولا اونور مي ولا سا ديبون على حسب. انا كنتذكر لك، انا شخصيا كنتذكر لك في الدور ديالك الدنيا دواره، ابدعتي. شنو ممكن تقولي لي على هذاك المسلسل؟ جانب سعدية عزكون. شكرا لهلا يخطيك. صراحه الدنيا دواره عمل فني رائع متميز، اللي كانوا فيه واحد المجموعه من المبدعين، كيف ما قلت لك كان جامع ما بين يعني طاقم تقني وفني كبيرين جدا، اللي عندهم يعني اسمائهم في الساحه الفنيه، وكان لي شرف انني كنت وسطهم. وهذاك الشخصيه بدريه حتى هي شخصيه اللي اثرت فيا بزاف، ولعبتها. نقول لك اثرت فيا انا لدرجه انني تيقتك، وكنت كنقول هذه هي بدريه تشوف. وي لا لا يخطيك. دونك خدمت عليها واثرت فيا بحال اللي قلت لك، واثرت في الناس وصلاتهم. دونك من بين الادوار اللي عندي عزيزه هو بدريه. شي كلمه للجمهور بمناسبه شهر رمضان وسيتكم ديال سلقه السعاده، نقول لهم ان شاء الله. دونك كنقول للجمهور المغربي ان شاء الله يتابع سيتكم زنقه السعاده على القناه الثانيه، ويتقبلنا، وان شاء الله يا ربي نكونوا خفافين على قلوبكم، ولله يحشمنا معكم، ورمضان مبارك سعيد. شكرا حسناء مومني، تبارك الله عليك. شكرا لكم مشاهدينا، حنا مازال متواجدين في الكواليس ديال زنقة السعادة. احنا كنمثلوا الديبارتمون ديال الديكور، وفي هذه اللحظه دابا اللي كتسوليني فيها كنوجدوا واحد لا سيكونس ضمن لي سيكونس غادي تصوروا في هذا النهار هذا في الزنقه ديال السعاده.
مشاهدينا رجعنا لكم مره اخرى، مازال كنتواجدوا في الكواليس ديال زنقه السعاده. عبد الصمد مفتاح الخير، اهلا وسهلا. فرحانه بزاف، انا فرحان بكم الصراحه. ميرسي بوكو على قول لنا اشواقا اشواق. وحنا دابا كنوضعوا اللمسات الاخيره للسلسله ديال زنقه السعاده. حنا دابا في الاسبوع الاخير. ايوا واش غنقول لك، كاين بزاف ديال لي زيموسيون كي كنقولوا. غادي نتفارقوا من بعد ما دوزنا واحد المده ديال تقريبا 5 أو 6 ديال السيمانات. ولفتوا بعضياتكم؟ ولفنا بعضياتنا بزاف. كان الجروب صراحه من سهر بيناتو من الناس كاين بيناتنا بزاف ديال الحب والموده والتفاهم. قليل فاش كتلقى في شي تورناج بحال هذا الامبيونس بحال هذه. حنا او ميم تو فرحانين او ميم تو مقلقين حيت غادي نتفرقوا. كي غادي يجي رمضان ان شاء الله وغادي تشوفوا الثمار ديال هذا ان شاء الله. عندي جوج الاسئله. السؤال الاول، غنشوفوا اللكنه المراكشيه في زنقه السعاده؟ با فورسيمون، ما حاولناش حتى شي بيرسوناج، ما تبناش شي لهجه معينه. حاولنا نهضروا ستوندار، يعني كي كنقولوا ديك الدارجه البيضاء. السؤال الثاني هذا شخصي ليك انت. وي ديما. انا كنشوفك فنان موهوب، خليت تمثيل، كنهضر على الموسيقى. وي قدرت تشوفك عندك شي اغنيه خصوصا العود، تبدع في العود في الكيتار. من السي مربوح وانت لا هو الموسيقى بك وحتى الصوت ديالك صراحه. هو الموسيقى صراحه انا مسألة اللي كتبقى مسألة شخصية ديالي، مع عمري ما حاولت أنني نشتغل بها ولا، ولكن دائما الفكرة كتراودني ديال أنني نقدر نقدم شي حاجة. وي وي كاينة هذه الفكرة سيرتو مؤخرا، كنفكر بجدية. سكوب صراحة. وي أول مرة كان غادي تكون ان شاء الله، غادي ندير شي تجربه، غادي نديرها غير ليا انا وغادي نبارطاجيها مع الجمهور. ماشي ايه اكيد. وكنفضل تكون شي حاجه بحال داكشي ديال الزمن الجميل المغربي. وي 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 فهمتي، بحال داكشي ديال هذا بالخياط بحال هذا بالعود. المهم بالعود. لا المهم اكيد عندنا غير العود غادي. حنا اشواق ان شاء الله. ضروري ضروري. تبارك الله عليك، كنحماقوا عليك. شي كلمه للجمهور. الجمهور كنقول لهم بعدا عواش مبروكه ورمضان كريم بالصحه والعافيه وكل ما تمنيتو. وتسناونا ان شاء الله في رمضان، كنتمنوا نكونوا في المستوى، كنتمنوا نكونوا عند حسن ظنكم ان شاء الله. ملاحظه صغيره، كيف ما كتشوفوا عبد الصمد مفتاح الخير في الكاميرا، فهو كذلك خلف الكاميرا وفي الكواليس متواضع جدا، ظريف وكيحمق وكيقتل بالضحك. تبارك الله عليكم. ميرسي. في كواليس سيتكم زنقة السعادة معايا انا غنقول لي عمي الطيب. عمي الطيب كاع المغربيات ولاو كيحلموا بالرجل المغربي اللي بحالك. ايوا الله يكمل عليهم بخير، والله يجيب لهم كي تيقولوا شي نقله فين تغبر، فين يغبر نحاسهم. قولي لنا اليوم شنو واقع؟ ما وقع والو، انا شطين في هذا السيتكم هذه باش نفوجوا شويه على المغاربه من خلال هذا السيتكم ديال زنقة السعادة. الله يدخل السعادة على كاع قلوب المغاربة إن شاء الله. تنتمنى تعجبهم، تنوعدهم بأن غادي يكونوا طرائف زوينة بزاف في هذا السيتكم هذه مع نجوم كبار، وأنا حصل لي الشرف أنني نكون معهم. هذه التجربة الأولى ديالي في السيتكم والكوميديا، ما عرف شنو غادي يعطي. المهم المغاربة غادي يحكموا ويقولوا لي. حنا شفنا التجربة ديالك في الدراما، أكيد غادي تكون شي حاجة اللي زايدة في السيتكم ضروري. إوا نتمنى على الله اللي يحشمنا إن شاء الله يكون كل شيء خير. آخر كلمة تقدر تقول للجمهور بمناسبة هذا الشهر الفضيل؟ الجمهور الحبيب، تنقول لكم رمضان كريم بالصحة والسلامة والعافية وكل ما كتمناو يا ربي. اللي بغيت نقول لكم هو تكيسوا، ما تاكلوش بزاف، ما تبدلوش بزاف، ما تشريوش داك الشيء بزايد، لأن رحنا في أزمة. ما تنساوش بزاف الحوايج غاليين، بزاف الحوايج ما خصناش نضيعوهم. كلوا داك الشيء اللي قديتوا عليه، ما تشبعوش، غير حيدوا الجوع، والله يتقبل منا ومنكم الصيام إن شاء الله. شكرا لك، بارك الله فيك. الله عليك. الله يبارك فيك. شكرا لمشاهدينا، هذا كان عمي الطيب، ولكن تسناو الدور ديالو في زنقة سيتكوم زنقة السعادة. مفاجأة. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي،
جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.